إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيلا. المدرب الرائع يدخل هذه المباراة بأدن في حراسة المرمى، خط الدفاع من اليسار إلى اليمين، روبرتو أولابي، مونتيري روبيو، وإخوان فران، أمامهم روبي هرنانديز، توماس بارتي، وأنخيل كوريا، مايكل كاروا، كيفين جاميرو، وفيتو. هذه تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد. طبعا غياب كوكي بعد سنوات وعندما ظل قائدا للفريق واسما لا يفارق الفريق، يا توماس بارتي انتقل إلى نادي السد القطري في واحدة من الصفقات التي لها أثرها الكبير في المنطقة العربية. استعدادا أيها الأحباب لصافرة البداية، ومحمد تقي هو الحكم الذي يقود هذه المباراة، الحكم السنغافوري، واحد من الحكام البارزين. محمد تقي إذن هو الحكم الذي يقود هذه المباراة. انطلق وتقدم هنا للأمام، فيراتي يلعب الكرة أمامية، التقدم يأتي من جانب آخر، دي ماريا وغاية التسلل بكل تأكيد، تقدم للأمام وتمريرة ملعوبة، محاولة للمرور والانطلاقة هنا أمامنا، ولكن لابد أن تكون لديك دكة بدلاء قوية. سيميوني خلال مرتين يصل إلى نهائي دوري أبطال، تقدم في الأمام من جانب فيراتي واللمسة، يا سلام بصورة جميلة، محاولة للتقدم للأمام، يا سلام لمسات بصورة رائعة، ولمحات من الفن الكروي وإشارة إلى وجود خطأ في اللقطة الماضية، خطأ حاضر طالع منطقة جزاء، الحارس أدى ملعوبة تسديدة، سلام على تمريرة ملعوبة، واستلام هنا حاضر أمامنا، محاولة للتقدم والعرضية والرأسية، وين تمر مباشرة تبدأ والانطلاقة في الأمام للأطلسي، كرة تلعب مباشرة داخل منطقة الجزاء، البحث عن العرضية ولكن التغطية مباشرة، روبرتو لابي، التمريرة من جانب أنخيل كوريا، الكرة ماشية وين، توماس بارتي، التسديدة من مسافة، انطلاقة هنا داخل منطقة الجزاء، وهنا محاولة للتقدم وداخل منطقة الجزاء والعرضية، لعبة كانت فيها الخطورة وكل الخطورة، كولين داكبا على حول منطقة الجزاء والتسديدة وإلى خارج أرضية الملعب الجوباني، لوسيلسو أيضا اللاعب المحلي تجد يقدم أقصى ما لديه ليخرج للخارج، تمريرة ملعوبة وكرة حول منطقة الجزاء، تمريرة والكرة البينية، انطلاقة في الأمام وكرة داخل منطقة الجزاء، وللمرة الثانية يا كيفن جاميرو، للمرة الثانية الأتلتي يعاود الكرة، مجهود جبار، أداء راقي، هنا استلام حاضر أمامنا ومحاولة تبحث عن المهارة داخل منطقة الجزاء، يلعب الكرة في الأمام، نقلة داخل منطقة الجزاء، أنخيل دي ماريا يبحث عن التقدم والكرة إلى ركلة مرمى، ربع ساعة مضت حتى الآن أيها الأحباب، نجاح هذا الموسم، وأعتقد أن النجاح الحقيقي ليس بطولة الدوري، فهذا أمر قد تكرر، ولكن المحاولات الحقيقية بطولة دوري أبطال من غانم الخليفي، كرة ملعوبة، دي ماريا داخل منطقة الجزاء، تمر مباشرة، أدريان رابيو يتقدم للأمام، أدريان رابيو والكرة العرضية، ولكن أتي والتقدم للأمام، وهنا العرضية، ومن القادم من هناك، السلام على الكرة الماضية، سلام على اللعبة الماضية يا كورزاوا، هنا الهجمة المرتدة ولكن استخلاص من فيراتي داخل منطقة الجزاء، ولكن بلا عنوان، الكرة تعود لآخر اللاعبين رودي هرنانديز، دي ماريا، دي ماريا يتقدم للأمام، دي ماريا والكرة داخل منطقة الجزاء، والسلام بصورة جميلة، وهنا نحاول للتقدم، استحاول التسديدة ولكن تمر مع كولين داكبا، عائدة جوفاني داخل منطقة الجزاء، مرمى تجي يحتفظ بفردية، هنا التمريرة أمامية، واحد اثنين والثالثة، ومحاولة تعود هنا أمامنا، التسديدة من مسافة بعيدة وإلى خارج أرضية الملعب، يعني اللاعب الموهوب أو لديه فطرة الجمال الكروي في أقدامه بعض الأحيان قد تكون، جوفاني يعيد الكرة مباشرة، وهنا العرضية ملعوبة، ولكن برشلونة في الدوري الإسباني أو تألق الأوروبي، الكرة العرضية داخل المنطقة إلى كولين داكبا، داكبا لمسة سلام، ولكن أيضا البعاد دم للأمام، الكرة وين، دي ماريا، دي ماريا تعود مجددا، هنا الاستلام حاضر أمامنا والبحث عن تسديدة، ولكن سهلة سهلة، وهذه ما تأكل عيش يا جوفاني لوسيلسيو في حضرة أنطونيو آدن حارس المرمى، سهلة سهلة الكرة، كيفن ريمان
يب هيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء والعرضية والتسديدة وركلة الجزاء ركلة الجزاء ولكن المتابعة بعد ذلك في المرمى المتابعة في المرمى والفرحة الأولى كونكو كونكو يدون البهجة الأولى والفرحة الأولى للفريق الباريسي بعد طول انتظار وبعد ما ظلت هذه المباراة صامتة لواحد وثلاثين دقيقة كورزاوا ولمسة السلامة دي ماريا والذي اعتزل بعد ذلك ماليستر هنا محاولة لتمريرة محاولة للتقدم داخل منطقة الجزاء والعرضية داخل منطقة الجزاء والعرضية العرضية وديارة ديارة حاضر والمتابعة استرسال دفاعي ونضال دفاعي رائع في اللقطة الماضية فاصل من الاستبسار والنمر لمان رابيو لو مر بعرضية يعني لو سيلسيو والتمريرة هنا في الأمام الكرة العرضية ملعوبة تمر بعد ذلك وفيتو يتقدم للأمام يلعب الكرة البينية ولكن وين التغطية حاضرة مباشرة والكرة بعد ذلك إلى ركلة ركنية تغطية موجودة من جانب وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء المحاولة لرأسية تبعد بعد ذلك وتصل مجددا هنا البحث عن تسديدة سلام على الكرة الماضية ولكن كيفن تراب في مرمى تلعب داخل منطقة الجزاء كرة أنطوني مويا والتي يقف فيها عند أفضل اللاعبين لدينا تشكيلة الفريقين فريق أتلتيكو مدريد يدخل المباراة بنفس التشكيلة أنطونيو أدان في حراسة المرمى وخط الدفاع روبرتو أبي روبيو أنطونيو مويا وإخوان فران لو في تألق مع منتخب فرنسا لدينا هنا محاولة داخل منطقة الجزاء والبحث عن تسديدة وتمر مباشرة آلين جورج المنتخب الألماني من الأسماء اللي كانت موجودة أيضا الذي خرج هنا محاولة ملعوبة الركلة الركنية تلعب مباشرة داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب لعبة مرت أمانا وسلاما على مرمى المحاولة هنا للمرور والكرة داخل منطقة الجزاء ولكن العودة 7 دقائق مضت وهنا الكرة الركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء والتعود مجددا لمنتصف الملعب والمحاولة هنا محاولة فيها المجازفة والخطورة لعبة فيها المجازفة والخطورة وباريس سان جيرمان اقتنص الكرة الماتة إلى منتصف الملعب كرة في الأمام ومحاولة لكرة بينية والتسديدة ولكن مع حارس المرمى مباشرة الحارس أنطونيو أدان تصدي بصورة ممتازة لباريس سان جيرمان وتقدم لها الأمام بكرة داخل منطقة الجزاء يا سلام على اللعبة الماضية سلام يا ابن ويا والمحاولة للتقدم تلعب الكرة مباشرة ما زالت الكرة موجودة أمامنا والعرضية ولكن وتمريرة حول منطقة الجزاء المحاولة للمرور والتقدم ما زالت الكرة موجودة وانطلاق والكرة العرضية داخل منطقة الجزاء تمر مباشرة بعد عرضية رائعة والتمريرة إخوان فران والعرضية وإلى خارج أرضية الملعب مرت إلى خارج أرضية الملعب لعبة كانت فيها الخطورة لعبة كانت في مرور والكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء السلام والتسديد الله اللعبة الماضية والمتابعة ولكن مرت بعد ذلك ما أجمل مهارتك في اللقطة الماضية البحث عن كرة عرضية تلعب داخل منطقة الجزاء وتبعد بعد ذلك وهنا التسديد سلام على الكرة الماضية موسى ديابي ينثر جماله داخل مباشرة في الأمام محاولة حول منطقة الجزاء والتسديد عازم على إيجاد هدف فريق باريس سان جيرمان عازم على مما كان عليه شوط المباراة الأول التقدم هنا أمامنا والرأسية إلى خارج أرضية الملعب تمر إلى خارج أرضية الملعب محاولة وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء تبعد مباشرة الكرة تمريرة ملعوبة ونقل هنا الكرة البينية 20 دقيقة على ختام الوقت الأصلي من عمر هذه المباراة وهنا الخطأ والكرة داخل منطقة الجزاء السلام قلنا يا جماعة قلنا هو موسى ديابي منذ الوهلة الأولى
ومنذ دخوله وهو عازم على معانقة الشباك للاعب ظل يعانق المتعة الكروية وظل يمتعنا منذ أن دخل وأمنع وكرة لصالح الأتلتي العرضية والرأسية وتب مجددا للأتلتي تلعب داخل منطقة الجزاء والرأسية يا وأخيرا أخيرا المباراة تبتسم أخيرا المباراة تبتسم للأتلتي فيكتور مويخو يدور الهدف الأول بعد صمت كورانشينزن ojo que lo intenta el Atleti puede llegar el empate balón dentro del área al centro el empate a dos los cachorros de Simeone los chavales del Cholo marcan el empate ante el Paris Saint Germain a cuatro minutos para el final del partido me ha insistiendo el premio a la perseverancia del Atlético de Madrid el centro ahí en el área pequeña viene a desviar este balón era Bernat si no me equivoco y el Atlético de Madrid que vuelve a meterse en el partido y forzar probablemente los penales. There's a space, he hits it. Oh, what a way to win it! Virgilio Postolaki. For sheer exuberance, they deserve it. Look at the celebrations as well. Don't tell me these pre-season friendlies don't mean anything. Those PSG supporters are happy. And the players went wild after this one. Lovely turn on the edge of the area and what a finish. Just when you were thinking, is he just a big man?